الله يبارك لك. تمام، ومعلومات هو عشان حاجة واحدة بس، لكل انت بتتكلم دايما بالورق والقلم والمعلومات الصح. ربنا وهنيك على الانفراد اتحاد الكورة، ده أكبر دليل إن البلد كانت مغطية وشايلة الزمالك. أنت وديتنا لحتة تانية، برافو عليك. عشان اللي دلوقتي بيقول لك شمعنا ده طلع، ما أنت اللي حرقت نفسك. أيوه يعني دلوقتي البلد كانت شايلاك وكان الجواب. الله ينور عليك، برافو عليك يا أستاذ محمد. ما مداري الجواب أهو وكانوا شايلينك. ما اسمهاش اشمعنا ده طلع، اشمعنا إنك أنت بعت اللي شايلك. ما كل واحد بيدور على حقوقه دلوقتي بقى أهو. صح. انت بتدور اها 30 جواب، الجواب لسه جاي امبارح، الجواب جاي من فتره وبقول لك اخر مهله 30، والبنك كان شارك، هو كان بيضرب عشان يلاقي حد يغطي ديون. عارف حالة الجواب، عارف جواب الرخصه كان مستخبي ليه؟ لا طبعا للبحث، بص اقول لك انا الانفراد للبحث عن مخرج لانقاذ الزمالك. تمام صح كده. يعني هو كان بيدور، هو كان بيدور وبيضغط على الوزير عشان يشيله شويه في المديونات اللي عليه. صح. تمام، بس عاوز يكسب مكاسب ماديه، بس للاسف هو ما استغلش الامور صح. يلا ربنا يوفقك يا رب دايما. سؤال الحلقه، سؤال الحلقه، عامر حسين ظلم الزمالك ولا ما ظلموش؟ هو بصراحه عمره ما ظلم الزمالك، بالعكس ده كان انا كمشجع اهلاوي كان بيجي على الاهلي اكتر من الزمالك، كان دايما بصف الزمالك وبدليل الدوري 2021. ما هو ما كانش في الدوري ده، كان ما هو ما كانش فيه، كان حسام، ما كانش حسام فيه. الزنات كان حسام الزنات. لا انا بسال في الازمه دي بالتحديد، بعد ما تعرضت الجداول وكلام النائب احمد دياب واللي انا قلته في الحلقه في الشمس، الزمالك على حق وعامل حسين ظلم ولا لا؟ لا طبعا الزمالك مش على الحق ابدا، وعامر حسين راجل محترم، ده هو ظلم فرقته نفسها اللي هي بتنافس على الصعود. اشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. ماشي اتفضل. مكالمات كتير جدا يا جماعه، ومعذره اذا كنت انا بحاول اقفل على بعض الناس عشان ما تزعلش، عشان الوقت عشان اقدر اخد اكتر كم مداخلات، لانكم انتوا بتزعلوا. اكونت لله الحمد، عامر حسين راجل من انظف الناس وراجل محترم. بشكرك يا عبد الناصر، الجداول وضحت كثير من الامور وانت صاحب نقطه الانطلاقه، اشكرك يا محترم. الاستاذ برضه ياسر بيقول لي هو انت فاكر نفسك اعلامي بجد؟ صح يا عم، انا لا اعلامي ولا زفت، انا انضف منك بس.